دكتور هاني محمد مهنا، مركز القومي للبحوث، أستاذ مساعد الهندسة الزراعية، قسم العلاقات المائية والري الحقلي، آلة حصاد جوتروفا وجوجوبا. لقينا إن في مشكلة عدم توفر الأيدي العاملة، ودي كانت مشكلة صعبة جدا بتأثر على الإنتاجية، بتخليها حوالي ربع الإنتاجية العالمية المفروضة للشجرة. ويمكن دي صورة الحبوب واقعة تحت الشجرة ومأثرة تأثير جامد جدا. فبدأنا نفكر ونعمل تصاميم عن طريق برامج كمبيوتر مختلفة، بحيث ان احنا نعمل حصاد ونعمل آلة تقوم بعملية الحصاد وتكون رخيصة ونقدر نصنعها محليا. ده احد التصاميم او التصميم المبدئي، ان احنا عملنا حصاد لنص الشجرة بس، بحيث ان الآلة تبقى مجرورة ورا الجرار، تبقاش زي ديت الحركة، وده هيقلل تقريبا في 90% من تكاليفها، ويبقى في جهاز للحصاد عبارة عن مضارب. ووصلنا في الاخر للشكل النهائي للآلة، ان المضارب دي هتضرب فروع الشجرة والحبوب تنزل على الحصيرة اللي هي الصفرة في الشكل اللي قدام حضراتكم، ومنها الحصيرة دي بتبقى موجودة بميل، الحبة عن طريق الميل ده بتقع على السير، والسير بيتم بتجميع الحبوب في التانك. فالفكرة بسيطة وممكن تصنعها محليا وتكلفها قليلة جدا، ودي صورة للتصنيع الآلة.